الجماعة قاعد بيعانوا، يعني طلبوا ما نرفعش علم فلسطين خوف ما يعتقلوهم، خوف ما يجوا المستوطنين يضايقوهم. فمن طالب يعني كرة غرب القدس وكرة فلسطين بشكل عام يكون في يوم فلسطين الجميع انه ينزل للشارع تضامن مع هذه القرية. لا بيقدروا يرمموا ولا بيقدروا يصلحوا، حتى اذا دخلوا مونة اذا كانت كمية كثيرة بقول لهم شو في عندكم، ممنوع صلحوا. احنا موجودين على شتاء في بيوت عمالة بتسيل، في معتقلين، في اشياء كثير، غاز وضع صعب. المسجد عمره 1000 سنة للأسف صعب انه يصلوا فيه ناس. فمطلوب تحرك جماهير فلسطين اكثر من اجل مساندة هذه القرية، ويتم زيارات ومطالب رسمية تبقى فتح زيارات لهذه القرية تخش على هذه البلد. هذا جزء من قرى غرب شرق القدس، فلازم يكون فيها بوابة واضحة مش بوابة على المستوطنات المحاصرين. ساحات الأقصى بتشهد علينا، ساحات الأقصى الحرية إضافة إلى الحاجز الموجود باستمرار الذي يمنع الأهالي بحرية الحركة، بالإضافة إلى أبناء منطقة شمال غرب القدس، وأي حد يحاول يدخل على نبي سمير ممنوع من خلال هذا الحجز، إضافة إلى اقتحامات المستوطنين لهذه القرية بشكل دائم، بمعنى أهلنا بالنبي سمير يستندون بالعالم الحر باتجاه التدخل لمنع هذه السياسة وإطلاق هذه السياسة التي تنفذ بحق أهلنا في نفسنا. وبالتالي هذه الفعالية هي جزء من فعاليات هيئة العمل الشعبي وهيئة الإيجار ووزارة العمل الوطني برفع الصوت عاليا للعالم أن انظروا ماذا يحدث في هذه القرية. المكشوف المكشوف عدو الإنسانية، ويحدينا برا برا